شعور لا يوصف. يعني حضور فلسطين إلى فلسطين شعور حلو ومر بنفس الوقت، شعور حلو ومر بنفس الوقت. اليوم أثبتنا إنه وجودنا هيك أول مرة، هذا الاجتماع يعني يسعدنا ويشرفنا بكل الفرح والفخر. مؤسسة التعاون، شكرا لكم على 30 سنة من العطاء والجهد المستمر، وإلى مزيد من الثلاثينات القادمة من السنوات، وألف شكر. أمشي واثقا بخطاي، realize that if you can start here and you can get rid of the 400 settlers, you just start small and you... لما كنا بالمدرسة برام الله كنا نيجي دائما يوم السبت والأحد على القدس، يوم الجمعة نصلي ونمشي في الأزقة ونزور المسجد الأقصى والصخرة. وجودنا هون يعني بقانا. رمز الوطن، مستقبل أولادنا إن شاء الله، يذكرنا ذكريات رحلات الأطفال ونحن نيجي للحرم ونزور الأماكن المقدسة. مش مصدق إنه أنا